عنك البلاد فين يتداول؟ أنا أوريكم إيش قاعد يصير في السوق. دحين دحين مين السهم المتحرر ومين السهم الغالي؟ شوفوا الآن فين يلعب بنك البلاد. هل تعلمون فنيا يعني إنك أنت تقعد في بنك الجزيرة تبكي وهذا اللي في القمة ممكن يطلع متحرر؟ في أحد متعلق في بنك البلاد؟ ما في أحد. بنك البلاد الآن متحرر، شوف ما زال يبحث على 161 فيبو زي موضوع معادن عند التماني. شوفوا 161 فيبو من اختراق قمة عام 2014 في بنك البلاد فين؟ شايفين؟ شايفين ولا أوريكم؟ شايفين؟ بالضبط فين؟ 44-65 هلل. شوف السهم اليوم قيمته 42-40. شوف ما دام السهم مخترق القناة ومقفل فوقها شهريا، لو جاء واحد قال لي مين أقوى ومين أحسن فنيا؟ بنك البلاد أحسن. طيب يقول هذا سعره نص قيمة بنك البلاد، أيهما أكثر إغراء؟ هناك أكثر إغراء وهنا أكثر مخاطرة، ولكن فنيا هذا أقرب يصعد من هذاك. هذا متحرر، هذاك مو متحرر. شوفوا الدريس السوى قبل يومين، كنا نتكلم نفس الهرجة في الدريس. الدريس اقتحم السقف وراح وضرب، فسبحان الله شوفوا كيف. مين أقوى الآن، بنك الإنمى ولا الجزيرة؟ يا أخي طيب بنك الإنمى ده، طب شوف بنك الإنمى إيش مسوي. بنك الإنمى شوف إيش مسوي. بنك الإنمى اخترق حتى 127 فيبو، كاشف إيش؟ كاشف زي موضوع بنك البلاد 161 فيه. إن أنا أبو شيطانك يا بنك الجزيرة نجيب، شايف ليش يسووا كده؟ الله أعلم، لعب لعب صناديق. ترى بالمناسبة لما كان بنك الجزيرة يصعد من 15 كان أداء بنك البلاد الإنماء ضعيف، بعدين شوفوا بنك الإنماء في الثلاثة شهور اللي أخذ فيها عرضي بنك، هنا تحرر بنك الإنماء وبدأ يصعد. شوفوا قديش طفشهم بنك الإنماء. تخيلوا يا جماعة لما وصل 13-72، 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10، تعرفوا إنه في شهر 12 بعد سنة كاملة تحرر بنك الإنماء من خط الترند الهابط. شايف يا إخواننا في أحد يشوف السهم رخيص ويسيبه؟ لكن تركوه في القاع. جننوهم في القاع، شوف جننوهم. متى تحرك السهم بعد ما لامس القاع في كورونا؟ سنة وهم يجننوا فيهم في بنك الإنمى سنة. شوف الآن انتبهوا، ترى منهك بنك الإنمى الآن، لكنه إيش منهك وقريب من مستويات 25 كم؟ 25-80 161 فيبو. الدعوة كلها كم؟ ريالين بالضبط، أقل من ريالين بكم هللة. طبعا بنك البلاد وسهم الإنماء أفضل من بنك الجزيرة فنيا، ولكنهم أسعارهم أسعار عالية. إحنا نضمن ما يوصلوا 161 فيه ويلفوا الطار يعني. فلذلك الله يبارك لملاكهم. يبقى الجزيرة هو الأكثر إغراء وهو الأقرب للقاع فنيا. شوف سبحان الله، شوف 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 كم دور اقتحم بنك الإنماء. شوف يا الله، شوف نحن الآن في طور بناء داخلين الدور الثالث على الفريم اليومي. الله أكبر يا بنك الإنمى. شوف 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 التكتكة كيف، شوف التكتكة كيف، شوف التكتكة كيف، ما شاء الله. شوف الآن الدور الثالث فين؟ الدور الثالث خلاص طلع هذا هنا، يا سلام. هاي قريب الخمسة وعشرين 79 هذا 161 فيه. أستزى ولا مو أستزى؟ بس بالله عليك يعني أنا سبحان الله، نقعد نحن نتفرج على الإنمى يطلع، نتفرج على البلاد يطلع، ونتفرج على الجزيرة واقف. الظاهر يبغوا يستنوا يخلصوا من الحفلة دي، بعدين هذوك يبدأوا يأخذوا عرضي وهذا يجي طالع مرة ثانية. تبادل أدوار، الصناديق تبغى تستفيد،
تقول لك يا عم ليش نطلعهم كلهم سوا، يوم طلع ده ويوم طلع ده ويوم ألعب على ده. فهو كان بيتكلم على البلاد وبعدين حول على الإنمى وبيقارنها بالجزيرة، أو يعني فالثلاث البنوك بيقارنهم في بعض فلا تتخربطوا يعني. هو كلامه مظبوط، هو بيتكلم على الإنماء الآن وليس الجزيرة، أنا بتكلم على الأقوى فنياً، هو يعني بيتكلم على الأقوى. الأخ إيه يقول يعني بنك الجزيرة، بقول له بنك الجزيرة في قيعان ووضعه الآن سلبي مضاربياً، يعني هو مضغوط عملية تمييع للهرجة، مع إنه مغري بنك الجزيرة وأهدافه حلوة، يعني اللي يصبر عليه بالراحة يشوف 20 و25% مستقبلاً. طيب لكن بنك البلاد والإنماء فين يتداولوا الأيام دي؟ يتداولوا عند أعلى المستويات خلال العام، يعني بقول لهم شوفوا ايش بيسووا فينا في السوق، اللي احنا نشوفهم يعني متضخمين وطالعين وجايبين ومقتربين من اهدافهم، هذول هم اللي يطلعوا خلاص متحررين، هذول متحررين. مين هم اللي مو متحررين؟ اللي قاعدين في القيعان. ولذلك كانهم هم يبغوا يجرونا، يعني يبغوا فلوسنا تروح للمحرقه دي، يعني تروح للعبه دي. بس نحن لما نروح للعبه دي حنروح مضاربين، حناكل فطير ونطير، ما حنروح استراتيجيين. فين الاستراتيجيه في الموضوع؟ هل تضمن انت تدخل الانماء يطلع فيك نص ريال يجي نازل؟ هل حتتحمل يسحبك ل 23؟ تقول انا انت نفسيا ما حترتاح. بينما لو ضغطك الجزيره عادي مرتاح، ممكن تعدل تقول انا ما زلت في القاع. اما في بنك البلاد ما تقدر تخاف، في بنك الانماء تخاف، تخاف انه السحبه دي والرجعه دي راجعه من قمه، هي شوف من وراها تعليقه فتره طويله. فأقول لك إلى الآن هذه الأسهم هي نفس هي ممتازة، ما زال أمامها أهداف. بنك الإنماء أمامه هدف، ما زال البلاد أمامه هدف، ولكن لمين؟ يا الملاك السهم يا اللي بيدخلوا بيلعبوا اللعبة السريعة، لكن ما بيدخلوا دخلات. تقول لي أنا داخل استراتيجيا، استراتيجيا فينك من أول يا أخوي؟ فينك لما عدى قمة الألفين على الأقل وثبت فوقك إغلاق شهري بنيت الفكرة دي؟ الآن أنت كل مال السهم بيروح بيروح بيروح، فاتك كم ريال فاتك في الإن استراتيجيا منذ أن اخترق الترند 17.45؟ بنك الإن على النظرية لما عدى 17 شوفوا الآن فين بيلعب، فوق 23. هذا كيف لو كسر 23؟ حيعذبك، مع أنه قوي ممكن يرتد من 22، لكن حتبقى أنت على أصابك. غير لما تكون قاعد في القاع وطالع معه ومتحكم في أداء السهم. عشان كده نقول لبعض الله يبارك لملاكه، لكن يخش المضارب يتعلق يجي يصيح ما نتفهم معه، أنت الغلطان، من قال تدخل في قمة مثلا؟ طيب اللهم صل على سيدنا محمد. يعني زي الراجحي الآن.